جريد 11 و اس 2 راح نشرح هلا الاكسرسايز نمبر 1 بالاكسترا 6 اللي هي راشنال فانكشن تحديدا لشكلهم ديجري 3 اوفر ديجري 2 يعني النمريتر ديجري 3 والدومينتر ديجري 2 عندنا هيدا فانكشن والكيرف هو سي والدومين تبعه هو ار يعني ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. طيب اول بارت وي هاف تو بروف ذات اف اوف اكس كان بي ريتن ان ذس فورم. دائما تذكروا شغله بس يعطيكم شكل ثاني للفانكشن معناتها هيدي ما عم يعطينا اياها بس هيك لنتسلى، هيدي عم يعطينا اياها لنستفيد منها. تحديدا بتستفيدوا من الفورم الثاني بشغلتين اللي هن اذا ما نبرهن سنتر اوف سيمتري، اذا مرقت بارت بالسؤال سنتر اوف سيمتري هلا هون ما مرقت، او اذا ما نبرهن انه عندنا لاين اوبليك اسمتو عاده بكون اللاين هو ذاته وهيدا وبطيروا مع بعض وبالتالي بصير الليمت اهين. طيب هون انا اعطيتك اياها ما طلب منك فايند اي بي اند سي، فهوني بلا ما تعملوا ديفيجن هلا فيك تعمل ديفيجن هاي على هاي، في تلاميذ عملوا ديفيجن باللي بعثوا لي سوليوشن بس نحن مش مضطرين، فينا نعمل بكل بساطه لهاي اكسباند او سيم دوميتر تطلع هي ذاتها مثل ما شايفين. عملنا لها سيم دوميتر ضربنا الاكس باكس سكوير بلس 1 وكفيناها طلعت هي ذاتها اكس كيوب بلس 2 اوفر اكس سكوير بلس 1 اللي هي ذاتها الاف اوف اكس، معناتها برهنتها. ثاني بارت اول بارت بده الليمتس على minus infinity على plus infinity وما نبرهن إنه line D of equation y equal x is an asymptote. الليمت صاروا سهلين كتير، بناخد الكبير على الكبير بنعمل simplify بيطلع x فوق يعني minus infinity، نفس الشيء على plus infinity simplify بيبقى x فوق يعني plus infinity. هلا مثل العادة نبرهن إنه في line هو oblique asymptote على الكيرف، ما نبرهن الليمت على الميلتين على minus infinity على plus infinity the difference between f of x and y d is equal to zero مثل ما هتشوفوا هلا. ليمت للاف اوف اكس ماينس ودي هون مثلا بدون احسن ما تاخذ هاي يعني مش مضطر عشان ما تعمل سيم دومينيتور تاخذ هاي الفانكشن، لانه بتلاحظ انت لحالك هون انه لما هو قسمها للفانكشن فيها اكس والواي دي هي اكس فحيطيروا لحالهم مثل ما شايفين، بتطير الاكس مع الاكس فصار هو الليمت لهيدا الشيء. هيدا الفراكشن مثل العادي على الانفينيتي بتاخذ الكبير على الكبير، بس هون بس تعمل سمبليفاي ما بقي شيء فوق بقي كونستانت بقي ماينس 1 وتحت بقي اكس يعني ماينس 1 على انفينيتي اللي هي 0 بروفد، وبالتالي صارت الواي ايكوال اكس هي اوبليك اسمتوت على الكيرف ات ماينس انفينيتي اند ات بلس انفينيتي. بنجي للريلاتيف بوزيشن مثل العادي. To study the relative position of a curve and its asymptote, first we find f of x minus y d اللي هي already بنكون جبناها هون بقلب الليمت هيتها، لما جبنا f of x minus y d طلعت معنا minus x plus 2 over x square plus 1. هلا منبلش we have to solve first f of x minus y d equal to 0 لنشوف اذا في intersection ولا لا. برجع بذكر ليه بيكون في intersection هون، لانه f of x minus y d equal to 0 بتعطيك f of x equal y d. f of x equal y d يعني كأنه الكيرف بيلتقى مع الواي للاين للدي لان. طيب اذا بتعمل solve ل f of x minus y d equal to 0 بيطلع عندك النوميريتر only بتاخده equal to 0 لانه النوميريتر اكيد different from 0، فبتعمل solve لهالequation بتطلع x equal to، طالما طلع في x معناتها intersect يعني في intersection. بس قبل خلينا نجيب الواي. هلا تجيبوا الواي عندكم طريقتين، يا بتعوضوا الاكس بقيمتها بالفانكشن يا بتعوضوا الاكس بقيمتها باللاين. طبعا اهين عوضها باللاين، y هون هي x نفسها فالy للd هي ذات الy equal x equal 2، وبالتالي الx للpoint والy للpoint هن 2 2 يعني الكيرف والاسمتوت intersect at the point a انا سميتها 2 2. هيدي بدنا نشوفها هلا بعد شوي على الجراف. طيب بالنسبه للposition بنعمل التابل اوف ساين للx f of x minus y d، بنعمل ساين للf of x minus y d وهون بنستنتج البوزيشن. طيب الانترفال هون minus infinity plus infinity، عم نقولكم كيف بنركب التابل. اول شيء بتحطوا الدومين اللي هو minus infinity plus infinity، تاني شيء بتحطوا الانترسكشن بوينت اللي طلعت الx لقلها اللي طلعت الx equal to، هيدا الx بتحطها هون، هيدا التو الx مش الy سائبت هون الy equal to، فبنحط الx. التو شو عملت؟ خلت الf of x minus y d يكون equal to 0 هيدا. هون هلا بدنا نعمل ساين، هون اهين طريقه جربوا حيلا فاليو اصغر من 2 وحيلا فاليو اكبر من 2 بالاف اوف اكس ماينس واي دي يعني بهيدا الاكسبرشن. اذا بتاخذوا حيلا اكس ليس ذان 2 هيدا الشيء حيطلع بوزيتيف، واذا بتاخذوا حيلا اكس اكبر من 2 هيدا الفورم حيطلع نيجاتيف. وبالتالي لما الاف اوف اكس ماينس واي دي بوزيتيف يعني سي از اوف دي اون ذا انترفال ماينس انفينيتي 2 وسي از بيلو دي اون ذا انترفال 2 بلس انفينيتي، كمان هذا الشيء حنشوفه بالجراف. وهون ما ننسى نحط الانترسكشن بوينت اللي طلعت معنا اللي هي 2 2. طيب نروح هلا على البارت 3 اللي هي الديريفاتيف. انتبهوا هون في شيء جديد بالديريفاتيف، انتوا معودين توصلوا للجواب لحالكم. اذا لاحظتوا انتوا بالثلاث اسئله عطيتكم اياهم انا عطيتكم الديريفاتيف، لانه هون الديريفاتيف ممكن تطلع ديجري 4 مثل ما شايفين، فصعب انت هي تعملها سولف. نحن اشتغلنا عادي على اساس يو برايم في مع زي برايم يو على في سكوير بنوصل لهون. طيب
هيدا الفورم انا بدي اقارنه مع هيدا، هيدا هو الجواب اللي بدي اياه. هو الدنوميناتور هو ذاته، النوميناتور لا. انت صعب عليك تعمل فاكتورايز لهيدا، لا ما هيدا ديجري 4. فشو بتجي بتعمل هون؟ نجي بنقول اون ذا اذر سايد، من الجهه الثانيه شو بنجي بنعمل؟ بنعمل اكسباند لهيدا، الاكسباند اهين. يعني انا بدي هاي تكون بتساوي هاي، فمنبرهن انه هاي بتساوي هاي اهين. اذا بتعملوا اكسباند لهيدا بتعمل اكسباند اول شيء لاول فاكتور مع ثاني فاكتور بيطلع اكس سكوير ماينس اكس، بترجع بتعملوا اكسباند لهيدا مع الثاني فاكتور رح يطلع عندكم اخر شيء اكس 4 ماينس بلس 3 اكس سكوير ماينس 4 اكس اللي هي ذاتها. فانت هون برهنت انه هاي هي ذاتها هاي، فبنستبدل الاكس 4 بلس 3 اكس سكوير ماينس 4 اكس باكس انتو اكس ماينس 1 او اكس ماينس 4، فبالتالي بروفت. هيدي شو اهميتها كرمال تعملوا هلا سولف؟ نحن لا منجيب الديريفاتيف كرمال نعمل سولف ايكوال تو زيرو لنعمل تيبل اوف فاريشن. انت هيدي ما كان فيك تعملها سولف ايكوال تو زيرو لانه على الكالكوليتر عندك ما بتعطيك ديجري 4 ايكوال تو زيرو. فبنجي بنعمل اف برايم اوف اكس ايكوال زيرو، يعني هون النوميريتر ايكوال تو زيرو. هون عندنا 3 فاكتورز، اول واحد اكس ايكوال تو زيرو طلعت، اور اكس ماينس 1 ايكوال تو زيرو يعني اكس ايكوال 1، اور اكس سكوير بلس اكس بلس 4 ايكوال تو زيرو. هيدا رح تعطيوهم على الكالكوليتر نو ري روتس. معناتها الاف برايم ايكوال تو زيرو اعطتكم تو فاليوز من هن 0 وال1. بنجيب الاف لالون، الاف اوف 0 بتعوض الاكس بقيمتها بالاف بتطلع 2، والاف اوف 1 بتعوضوها كمان بالاف بتطلع 3 اوفر 2 اللي هي 1.5. بنجي للتيبل اوف فاريشن، الدومين هي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، هون ما في شيدد سائل بتحسكم حلو. الفاليوز هون شو هن؟ الاكس ايكوال 0 والاكس ايكوال 1، هولي هن المينيموم والماكسيموم. بنحطهم على التابل 0 ب 0. طيب نجي هلا هون بالنسبه للساين، هون كمان فينا نرجع للساين اذا بدكم نشوف كيف عرفت انا بسرعه بلس ماينس بلس. الاف برايم تحت الدرميتر از اولويز بوزيتيف، الاكس سكوير بلس اكس بلس 4 از اولويز بوزيتيف لانه ما عنده روتس، وبالتالي الساين تبعه ديبيندز اون اي اللي هي بوزيتيف. معناتها الساين لهيدا هو ديبيندز بس اون اكس انتو اكس ماينس 1 اللي هي اكس سكوير ماينس اكس. الاي هون بوزيتيف يعني برات الروتس بلس وبيناتهم ماينس. يلي ما بده يشغل باله بهالمواضيع في يجرب كمان، حيلا فاليو هون اصغر من 0 بالاف برايم، وبتوين 0 اند 1 كمان بالاف برايم، واكبر من 1 بالاف برايم. يعني بترجعوا للاف برايم اللي طلعت معكم هاي بتعوضوا بقيمتها، حيلا اكس اصغر من 0 بيطلع بوزيتيف، حيلا اكس بتوين 0 اند 1 بيطلع نيجاتيف، وحيلا اكس اكبر من 1 بيطلع بوزيتيف. المهم بهالحاله التيبل جاهز. لما الاف برايم بوزيتيف الاف انكريزينج، لما الاف برايم نيجاتيف الاف ديكريزينج، والاف برايم بوزيتيف كمان الاف انكريزينج. وهون بنحط الفاليوز اللي طلعوا معنا بالليمتس. اذا بنرجع على الليمت على ماينس انفينيتي طلعت ماينس انفينيتي، هون بنطلقها من الاوبليك اسمتوت، طالع على الماكسيموم اللي هو 0 2 لانه جبنا اف اوف 0 طلع 2، ورجعت نزلت على 1 3 اوفر 2، ورجعت طالع على الاوبليك اسمتوت نفسها على جهه البلس انفينيتي. طيب بارت 4 الكونسول اوف ذا ايكويشن اف اوف اكس ايكوال تو 0 بيطلع اكس كيوب بلس 2 ايكوال تو 0 لانه النوميريتر اكس كيوب بلس 2. هيدا انتبهوا هيدا ايكويشن اوف ذا ديجري 3 على الكالكوليتر عندكم، بس تعملوا مود 5 4 بس تعملوا مود 5 بيطلع عندكم اربع شغلات، اخر وحده اللي هي شكلها ديجري 3 بتحطوها هون. انتبهوا بس بقى تعودوا الفاليوز على الكالكوليتر هن 1 الكوفيشن الاكس كيوب، بعدين الكوفيشن الاكس سكوير ما في 0، والكوفيشن الاكس كمان 0 ما في، والكوفيشن كونستنت هي 2. هن في 4 فاليوز اي بي سي اند دي، يعني بتعودوا 1 ايكوال 0 ايكوال 0 ايكوال 2 ايكوال لانه ما في اكس سكوير واكس. راح تعطيكم وحده ريال اللي هي ماينس 1.25، وهوليك اثنين انتبهوا بتعطيكم شيء في اي، احنا متفقين انه هيداك بيور ايماجينري ما خصنا فيه. اوكي يعني هون طلع عندنا اونلي 1 ريل روتس اللي هي طلعت ماينس 1.25 يوزنج كالكوليتر. اوكي اصلا مبين على التيبل تطلعوا الفانكشن تشينج ساين بس مره واحده، طالع من الماينس انفينيتي ل 2، طالع من نيجاتيف لبوزيتيف. هون بكل الانترفال الاف از بوزيتيف، وبالتالي ما بتسفر الاف الا مره واحده. يعني احنا لازم نكون عارفين انه حيطلع عندي هون اونلي 1 روت، يعني هذا الكيرف بيلتقى مع الاكس اكسس بالبوينت ماينس 1.250 اللي هلا بتساعدني كمال الكيرف. طيب بارت 5 هلا بدنا نرسم الجراف. طيب بدنا نرسم الجراف، نحن بحاجه لشو؟ بحاجه للاسمتوت اوكي البوزيشن تبعه، وبحاجه للتيبل اوف فاريشن، وبحاجه للبارتيكولر بوينتس. اول شيء بنرسم الاسمتوت، الاسمتوت هون y equal x، هيدي ما بدها تيبل، نحن اتفقنا باخر مره انه y equal x هو الفيرست بايسكتور بيمرق ب 0 0، طبعا هون في عندي o اوكي بيمرق ب 1 1 2 2 3 3 etc. فسهل الرسم، هذا الاوبليك اسمتوت، وفيرتيكال ما في هون. طيب بنجي هلا للبوزيشن، الكيرف والاسمتوت بيلتقوا بالبوينت 2 2، يعني هيدا بنحط البوينت 2 2. عم نقول لكم شو هن الستابس تبع الرسمين، احنا هلا رسمنا بس الاوبليك اسمتوت.
تاني ستيب بتحط البوينت 2 اللي هي موجوده على السنترود والمفترض تكون موجوده على الكيرف لانه هي السكشن اللي قلها. تالت ستيب بنحط الماكسيموم والمينيموم اللي عندنا هون. عندنا 0 2 0 2 ماكسيموم مينيموم يعني بنحط له هوريزونتال تانجنت 1 3 اوفر 2 بنحط له كمان هوريزونتال تانجنت. صار عندنا هلا الاسمتوت البوينت اي الماكسيموم والمينيموم. بنجي هلا للفاريشن تبع التيبل. الفانكشن طالعه من الاوبليك اسمتوت للزيرو تو. طيب طالعه يا بتطلع من فوق الاسمتوت يا من تحت الاسمتوت. شو بعمل هون؟ برجع على البوزيشن بالبوزيشن الكيرف بالانترفال ماينس انفينيتي 2. يعني طالما انا قبل ال 2 الكيرف اباف دي يعني هذا الكيرف طالعه او دسي من فوق الدي من فوق الاسمتوت. اوكي الكيرف طالعه من هون مرقه هي طالعه بالاكس اكسس على هالبوينت. هلا جبناها ماينس 1.25 لكن الكيرف طالعه مرقه بهالبوينت واصله للماكسيموم. هذه اول بارت. تاني بارت نازلي من الماكسيموم الى المينيموم نازلي من هون لهون كثير سهله هاي. بس انتبهوا على التانجنت بدها تكون تانجنت بدها تبين هاي تانجنت. اوكي والا ببين مش ديفرنشبل لازم تكون هاي تانجنت مش زاويه مش عامل مش لازم تكون عامل كورنر يعني. وراجعه طالعه بلس انفينيتي. هلا هون انتبهوا انه هي طالعه بدك تتذكر انت الكيرف مارق بالاي هون الكيرف بعده اباف. اذا بترجعوا للتيبل امتى بصير بلو؟ لما بصير الاكس اكبر من 2 يعني لما بيقطع البوينت 2 2 صار السي بلو. معناتها هون لما جينا وصلنا نحن لتو طبيعي اصلا انت ما فيك تكفيها من فوق بتروح اسمتوت فبتكفي من تحت الاسمتوت. هلا لما الاكس اكبر من 2 صار الكيرف تحت الاسمتوت بتكفي هيك وبترجع بتضيق شوي شوي لتوصل للاسمتوت. اوكي انتبهوا لهي بتوسع هون شوي وعلى جهه الانفينيتي بتصير تكون قريبه كثير وبالتالي هذا هو بيكون الكيرف. بارت 6 عم بقلكم ديسكاس انت هالمره بدك تناقش. نحن بالاسئله قبل انا كنت عم بسالكم وات از ذا نمبر اوف سوليوشن. هون انت بدك تعرف ديسكاس ذا نمبر اوف سوليوشن اوف ذا ايكويشن اف اوف اكس ايكوال ام. طيب بس يكون عندكم دائما هيك بارت انت بتسمي لاين سميته انا هون دي صغيره اوف ايكويشن واي ايكوال ام. ليش واي ايكوال ام؟ لانه الواي ايكوال ام هيك بيكون شكله كونستانت. نحن بدنا نشوف بكل الحالات تبع الام عشان هيك قلكم ديسكاس. يعني انت بدك تناقش انه لما الام عم تمشي هون او هون او هون بيكون عندي 2 values 2 points أو 3 points أو no points. هنشوف هون لما أخذنا الـ f of x equal m if m ما نبلش هون. إذا ببلش من تحت بلش من تحت لفوق وإذا بترسمه حيالله horizontal line هون قاطع الكيرب من قطع واحدة بضلوا قطع على وين؟ أنت لازم تحدد لحالك لهون لعند 3 over 2 لأنه لما الـ m equal 3 over 2 انتبهوا بيقطع الكيرب هون وهون هون في 2 points صار انتبهوا. اوكي فطالما انا طالما الام هي تحت ال 3 اوفر 2 معناتها الواي ايكوال ام بيقطع الكيرف اونلي ات 1 بوينت. اوكي معناتها لما الام اصغر من 3 اوفر 2 الاف اوف اكس ايكوال ام هاز 1 سوليوشن. طيب كمان بلاحظ انه لما الام اكبر من 2 اذا بتتخطى ال 2 ستريكتلي اكبر من 2 كمان اللاين بيقطع الكيرف بنقطه واحده يعني بعد الاي. اوكي فهون بيخدها بفرد مره عشان ما احط كتير بوينتس حطيت نقطه واحده اللي هو 2. If m less than 3 over 2 or m greater than 2 يعني طالما أنا تحت 3 over 2 أو فوق 2 line والcurve بيلتقوا only at one point معناتها الequation f of x equal m عنده only one solution. طيب أنا بدي أخذ كل الـ values تلم minus infinity إلى plus infinity. شو بعد في عندي؟ في ناس نسيوا الـ equal to اللي هو 3 over 2 لا بتكونش تنسون هول. هون هلا بدنا نحط if m equal 3 over 2 or m equal 2 هالمره اذا بترسم اللاين y equal 2 او y equal 3 over 2 مثل ما شايفين الكيرف بيقطع اللاين بيقطع الكيرف بتكون سايقه وحده هون وحده هون. هون نفس الشيء اذا رسمت اللاين بيقطعها بهاي وبالاي وبالتالي لما ال m equal 3 over 2 او m equal 2 هاي الايكويشن صار عندها 2 solutions مثل ما شايفين 1 2 وهون 1 2. اخر شيء وين بعد في عندي انتر اللي حكيت عنه اللي هني بس بتوين 3 اوفر 2 2 شوفوا قد ايه ضيقين هو قد ايه صغار بشوف قد ايه بيطلع منكم سولوشن. اذا بترسموا حيال لاين هلا انتم هوريزونتال بتوين 3 اوفر 2 اند 2 هتلاحظوا انه بيقطع الكيرف مره 2 وهون في 3. اوكي ما تنسوا هون في بارت من الكيرف كمان. اوكي يعني وحده 2 3 لكن اف ام بتوين 3 اوفر 2 اند 2 ذا ايكويشن اف اكس ايكوال ام بيكون عندها 3 سولوشن. ولا مره الكيرف ما بيقطع اللاين اصلا بين الكيرف دائما مرسوم في كل الانترفال من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي. اوكي يعطيكم الف عافيه.